السلام عليكم أعزائي متابعين قناة ربحك عندنا. لو أول مرة تشوفونا يا ريت تدعمونا بالاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس يصلكم كل جديد. إن شاء الله يا شباب بكرة هتبدأ مسابقة قناة أرباحك عندنا. هسيب لكم الرابط أسفل الفيديو، يا ريت تشتركوا في القناة. هيبقى فيه مسابقة على 100 روبل، إن شاء الله تكونوا من الفائزين. النهاردة معانا موقع يا شباب لسه في يومه الزيرو زي ما انتوا شايفين كده. الموقع بيعطينا 130 روبل هدية عند التسجيل، و1 روبل في رصيد السحب، وفتح السحب ب5 روبل. طريقة التسجيل في الموقع سهلة جدا، بتيجي من هنا بتكتب الاسم والايميل والباسورد وعدد الباسورد، ونعلم على الشروط وننقل الارقام دي هنا ونعمل تسجيل كده بقى لنا حساب في الموقع. للدخول بنحط الايميل والباسورد ونعمل تسجيل دخول. زي ما انتوا شايفين يا شباب كده لينا 130 روبل مجانا دي عند التسجيل. نخش كده على الشراء. اول ما نسجل في الموقع بنيجي من الاحرف هنا وبنشتري 2 من دي قيمتها 5000 كده، هيتبقى معانا 3000. هنشتري 2 3 من ده المانكي ده، تمام كده يا شباب. كده اشترينا ب130 روبل. هنيجي نخش على السحب كده، هنلاقي بيقول لك حط 5 روبل عشان يفتح لنا السحب، تمام كده. في كمان مكافأة يومية اهي، بتدي من 10 ل100 روبل، لميت من 10 سنت ل1 روبل. خدنا 10 سنت، هنحط 5 روبل ونفتح السحب ونعمل عملية سحب للموقع. هنيجي من هنا زيادة السرعة وهنحط 5 روبل ونعمل اهو كده يا شباب. حطينا ال5 روبل بنجاح في الموقع، هيدينا عليهم ادانا 1010 روبل. هنخش تاني على الشراء وهنشتري واحدة كمان من مانكي، يبقى عندنا 4. وهنخش على السحب، هنلاقي السحب فتح معانا. نعم فتح معانا السحب، هنترجم كده باللغة العربية. هيقول لك حط رقم المحفظة، نحط رقم المحفظة ونعمل حفظ للمحفظة. هيقول لك تاني حطها تاني ونعمل كده. المحفظة اتسجلت يا شباب وجاهزة للسحب. هنخش على بنك الباير وهنيجي من تحت كده نشوف اخر حاجة عندنا، كنا ال5 روبل اللي احنا حطيناهم في الموقع. وهنيجي كده على الموقع وهنعمل طلب سحب. اهو يا شباب السحب نزل اهو كده، سحب السحب اتشال من هنا. هنخش على الباير ونعمل ريفريش. اهو يا شباب السحب تم، 1 روبل اهو وصل اهو. وبكده الموقع لسه في يوم الزيرو صادق، ممكن نشتغل عليه فترة كده ان شاء الله ونربح منه ارباح كويسة. وبكده اكون انتهيت من الشرح. ولو عجبكم الفيديو متنسوش تدعمونا بلايك وتشتركوا في قناتنا الجديدة عشان مسابقة بكرة بعد العصر ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله، في فيديو آخر إن شاء الله.